وأوضح مدبولي بأنه تم وضع خطة مع البنك المركزي لسداد المتأخرات للموردين، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية لتسهيل الإجراءات. وشدد مدبولي على أن جميع قطاعات الدولة في تواصل دائم ويومي لاستكمال حركة خروج البضائع وعودة معدلات الصناعة للمستويات التي تطمح إليها الدولة. احنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي، وبدأنا التنفيذ بالفعل، والنهاردة بنخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات بيتم سدادها، وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا احنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة، ولكن النهاردة بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها، وإن شاء الله يعني كل هدفنا إن في خلال الأسابيع القليلة جدا القادمة نبدأ خلاص نخرج من هذه الأزمة اللي كانت موجودة.